انا قلت لا يعني لا يا حور. لا ليه يا ماما؟ اشمعنى يحيى بيجيب صحباته البنات يذاكروا معاه؟ اولا اسمها بياخدوا معاه درس، ثانيا هو ولد. ولد ما بقاش في حاجه اسمها ده ولد ودي بنت، الكلام ده بقى اولد فاشن. يا سلام، بسم الله ما شاء الله. هو دلوقتي بقى في التربيه اولد فاشن ونيو فاشن؟ طبعا يا ماما، على ايامكم التربيه كانت مختلفه تماما عننا ولازم تواكبي العصر. اه ضيقه، وانتوا طبعا بقى هندمتوها ووسعتوها وخليتوها على الموضه، خليتوها اوفر سايز. انا مش قادره افهم ايه المشكله ان ولد يجي يذاكر معايا، هو شاطر وبيعرف يفهمني ساينس كويس زي ما يحيى ما بيذاكر لجودي كده. مالكيش دعوه بيحيى، قلت لك هو ولد. انا جعان. نهار اسود. ايه المنظر ده يا ابني؟ انا مش قلت لك مليون مره قص شعرك، انت ولد. ماما ممكن ما تتدخليش ما بيني وما بين شعري؟ هو عاجبني كده، وبعدين انت اصلا عامله بوي كات. يحيى ممكن ما تتدخلش بيني وبين شعري؟ هو عاجبني كده. انت مالك ومالي؟ انا حر في نفسي، انت ولد قص شعرك. ايه الكلام القديم ده؟ قلت ايه يا ماما؟ قلت لا انت بنتي يا حور. بقولك يا حور، ما تجيب السورتات بتاعك كده اجرب احطه على شعري. هيبقى حلو عليك قوي، هديهولك بس اديني تيشرت مارفل بتاعك. اوكي هيبقى شكله حلو قوي عليك. يلا يلا تعالي اوريهولك. يا ابني انت بنت هي ولد؟ اه قصدي انت ولد هي بنت. يا دي النيلة، انا مبقاش عارفه مين فيهم الولد ومين فيهم البنت. يلا يا حور يا حبيبتي، هنتاخر على عيد الميلاد. ثانيه يا ماما بحط التاتش الاخير بس. ايوه يا عم، دلع البنات، التاتش بقى وسنينه ميك اب وحاجات وايه. يا نهار اسود ومنيل، ايه ده؟ انت لسه ما لبستيش؟ ما انا جاهزه ولابسه اهو يا ماما، في ايه؟ يلا بينا. جاهزه ايه؟ انت هتروحي عيد الميلاد بالبيجامه دي؟ بيجامه ايه يا ماما؟ ده حلو قوي، انا لسه شارياه اونلاين علشان اخرج بيه. لا يا حبيبتي ايه ده، تخرجي بيه تروحي بيه النادي، ترجعي من النادي تنامي بيه برضو عادي، اتس اوكي، اتنين في واحد يعني. لكن حبيبتي ده ما تروحش بيه عيد ميلاد خالص. وبعدين فين الفستان اللي انا جبتهولك؟ انت بتهزري صح؟ انت عايزاني اروح بفستان بترتر؟ لا وبكرانيش كمان. ايه ده؟ ايه مشكله الترتر؟ لا يعني ايه ايه مشكلتك في الترتر؟ ما تلبسي ترتر يا ماما، انت بنتي يا روح قلبي، لو انت مش هتلبسي ترتر مين اللي هيلبس الترتر؟ انا. انت ايه؟ ايه ده؟ ايه؟ تروح فين؟ انا نازل رايح حفله البند جديد. ايه ده؟ ايه؟ انت لابس تيشيرت ترتر؟ اخوكي الولد لابس ترتر؟ لا يا جماعه انتوا متلخبطين، انتوا حصل لكم فيوز، اطلعوا غيروا ده. انا مش فاهمه حاجه، انتوا مين؟ انت رايح فين يا ابني؟ يا ماما قلت لك رايح حفله البند جديد. عارف عارف، هتقولي لي خش ذاكر وعندك مذاكره وثانويه عامه، خش ذاكر. صباح الخير خش ذاكر، تصبح على خير خش ذاكر، اي كلمه خير خش ذاكر. يا ماما وبعدين ده بند جديد واجنبي كمان، يعني اسمع اغاني انجليش كتيره قوي، يعني تقدري تقولي ان دي تقويه للغه، مذاكره من وجهه نظرك مختلفه مثلا. وغير كده بقى وده الاهم، انا جايب معايا مستر الانجليش بتاعي عشان يفهمني، عشان انا اكيد اكيد مش هفهم حاجه، فده برضو ممكن تعتبريه درس يعني برضو. وحضرتك انا طبعا هدفع فلوس الدرس ده. الشور الشور. يحيى انا اكتر حاجه عجباني فيك يعني لغتك القويه في شور. يحيى اي لايك يور تي شيرت. وانت كمان عاجبني موت 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 الاوتفيت بتاعك. يلا باي. الهبل ده الو. ايوه سعيد. لا يا حبيبتي انا مش هقدر اجي عيد الميلاد، يعني عندي مشكله مع الاولاد. عندي ايه؟ عندي انقلاب. شور. وايه اللي مضايق يوما ثلاث سنينها يا حياة؟ لو كانت شافتك كانت لطمت وخبتك وقالت يا ريت اللي جرى مكان